السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيبتي عزيزتي في فيديو جديد لقناة أطباق زوجة هاني، قناة اللي عودتكم فيها بالوصفات السهلة والاقتصادية والطرق المبسطة. لزرتيني أول مرة نقول لك حبيبتي اشتركي في القناة وفعلي الجرس رح يوصلك كل جديد، واللي معايا مقبل بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على الدعم والتشجيعات اللي راكم تقدموا لي فيهم. كما راكم تشوفوا البنات، هذه نتيجة اللايف اللي درناه مع بعض تاع لي تارتولات. كنا بديناهم من العجينة حتى للكريمة حتى للتزيين، من بعد قلت لكم الشكل النهائي راح نحطهم في الثلاجة ونشوفوهم مع بعض كما كان الحال. هاوليكم الشكل النهائي. كاين اللي جاهم اللايف طويل بزاف، راني قسمت لكم درت العجينة تلقاوها لازم ترجعوا اللايف هذاك، ما قدرتش نعاود نخدمها لكم، ولكن الحبات اللي كانوا فضلوا هاوليكم كما قلت لكم طريقة التخزين تاعهم، تحتفظوا بهم في علبة بلاستيكية بغلق محكم، تحطوهم في الكونجيراتور المجمد، تخلوهم حتى الوقت الاستعمال تاعهم يشدوا لك من شهر حتى لشهرين، ما لانه فيهم قرصة الملح هذيك ما تخافيهمش ما راحش يخسروا لك. انا جبتهم نص ساعه قبل ما نبدا نخدم فيهم. بالنسبه للكريمات، لانه الكريمات اللي كنا درناهم هذاك النهار كان لايف طويل بزاف، كاين بنات قالوا لي عاوديهم لنا في فيديو مختصر، راني احنا عاودهم معكم ان شاء الله وينالوا استحسان تاعكم. عندنا نصف لتر حليب، زوج حبات بيض، ثلاث ملاعق كبار نشا، واربع ملاعق سكر. عندنا بيغ فاني اللي جاوني اسئله بزاف عليه، قلت لكم هو مزيج ولا خليط، تزاوج بين الزبده والفانيلا، يسمى بيغ فاني. واللي ما عندهاش كامل تقدر تستعمل تشري لاغوم تاع الزبده وحدها ولاغوم تاع الفاني وحدها، ولا تقدر تستعمل المزيج اللي يتباع تقول له اعطيني بيغ فاني مدهولها. دونك نبداو على بركه الله في الكريمه الاولى. واش راح نديرو فيها؟ عندنا نصف لتر حليب، نديرو فيها ثلاث ملاعق كبار قلنا تاع النشا، وعندنا السكر، السكر حسب الرغبه، انا نفضل نستعمل ربع ملاعق كبار، ونديرو زوج حبات بيض، ولا تحبوا تستعملوا زوج صفار بيض. اللي استعملناها في اللايف المره اللي فاتت درنا زوج صفار بيض، واليوم راح ندير لكم كريمه اخرى ولكن نفس النتيجه راح نتحصلوا عليها. هذه المره خلطنا كلش بارد في بارد وحطيناه فوق الفرن حتى يثقل. في جهه اخرى واش راح نديرو؟ راح نطلعوا الشونتي نتاعنا، غبره الشونتي. واش درت هنا؟ عندنا كاس تاع غبره الشونتي مع كاس ناقص اسبوعين دو دوا من الماء البارد، نطلعوهم جيدا بالباتور الخلاط الكهربائي، وحتى يتضاعف الحجم تاعهم. انا استعملت الطاس السحري قلت لكم يعطيني نتيجه افضل، نغلق عليهم ونحطهم في الثلاجه. البنات الكريمه قلنا بالنسبه للشونتي لازم تكون حكمه، روحها ثقيله ماشي خفيفه باه ما تهبطلناش الكريمه فيما بعد. بالنسبه لكريمه الشوكولا الكريمه الثانيه واش راح نديروا فيها؟ عندنا حندير انا كميه صغيره، نتوما تدبلوها حسب الرغبه تاعكم والحاجه تاعكم. انا راح نستعمل كاس حليب، ملعقه ونصف نشا مع ملعقه كبيره اكل سكر مع حوالي 80 غرام تاع الشوكولا. راح نحط الاول بارد في بارد كما شفتوا الحليب مع النشا والسكر، ونحطوهم فوق النار حتى يتثقلوا معنا. من بعد تجبديهم تبداي تضيفي لهم شوكولا. انا استعملت شوكولا تاع المعلبه رفيقه، انتم اي نوع شوكولا تاع الطبيعه عندكم ولا تاع العلب ولا اي نوعيه عندك تستعمليها. تضيفي حوالي 80 غرام للخليط هذايا ولا تستعملي اقل، المهم هي حسب النوعيه اللي استعملتيها تبقاي تضيفي فيها وهي سخونه باه تذوب لك وتعطيك نتيجه جيده، ما تعطيكش فيها الكريمو الحبيبات، وفي نفس الوقت تذوب ما تبقاش مبركسه اللي هي الحبيبات. عاودنا ولينا نفس الكلام. بون كيما راكم تشوفوا نبقاو نخلطوها جيدا، تعطيك ريحه بزاف شابه ولو الشباب، ونحطوها قبل المغرب نزيد روحنا اخرى. لا لا واش راح نديروا؟ انا هذا المقتطفات اللي خديتهم لكم من الفيديو اللي درته لكم تاع الكؤوس المشكله، بزاف جاو شابين. تحبي الجوز الدار ناس نعطيكم كريمات تقدروا تعمروا بهم الحشو تاعكم تاع اللي كيما يعيرهم في الجنب. تبعوا الفيديو الاخير راح تشوفوا طريقه التزيين كنت نخدم بها انايا. هذه البنات هذه الطريقه اللي نخدم بها انا للمحلات، والحمد لله نعطيكم افكار تاع التزيين اللي كنت نخدمهم ونبيعهم انايا. دونك الخليط الاول واش درنا فيه؟ درت فيه لافاني عفوا درت فيه لاغوم تاع الفريز،
الخليط الثاني راني يعني درت فيه لاغوم تاع بيغ فاني، قلنا اللي ما عندهاش كامل 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 وما صابتش من تشريها ديري مغرفه زبده كبار من الشونتي النصائح اللي صدقوني بالله نحب نمد حاجة من قلبي اللي تنجحوا فيها من أول خطوة ومن أول مرة إن شاء الله تعالى. دونك البنات حاولوا أنكم ما تطيحوهاش كما نقولوا الكريمة، خلوها حكمة روحها. لا طاحت لكم كما راكم تشوفوا أنايا، طاحت لي سخانة نعاودوا نردوها للثلاجة تعاود تحكم روحها. حاولوا أنكم ما تكثرولهاش من لاشونتي بلا ما تجيكمش خفيفة بزاف. من الصباح حتى تقولها ما تجيش. أنا بما أنه باهي الزرب نكمل، كانوا عندي ضياف هذيك الليلة، زربت عمرتهم وحطيتهم يبردوا عاود تحكمت روحها. تعمري في لابوشا دويت، استعملي أي أداة عندك تحبي تزيني بها، وتعمري لي تارتولات تاعك، أي كريمة تحبي تستعمليها. تحبي تاع ذوق الفراولة، ذوق البنان، ذوق اللافاني سادة كما نقولوا، ولا تحبي تستعملي او شوكولا. اي دنيا دي ما فيهاش غير التوسة والولادة. كيفاش ديريها سنيكرز؟ تعمري كراميل من الكراميل، رجع لك ربي بسكنة، ديري كاوكاو ولا لوز يكون محمص وتعمري فيه. هلكم كفكرة تقدروا تخدموا بها لي تارتوليت. هاني قلت لكم ديروها على شكل سنيكرز، تعمريها بالكراميل من تحت، توفيا ولا صوص كراميل، اي حاجة مع مكسرات وديريها من فوق. صدقوني كنت نخدمها في رمضان، ما صدقوني ما عبيش كيفاش نقولها لكم. اول حاجة تطير من بين لي تارتوليت تطير، هي تخلص تمتم. كانوا سو كوموند، كانوا في رمضان نخدمها لهم، ما تيماجينيوش كيفاش يتخاطفوا عليها لي كليون. دونك التزيين يرجع ليكم البنات، اول حاجه ديري جولي تاعك يتباع في المحلات. جربت انه صنع منزلي هذاك ما يخرجلكش، ما يعطيكش نفس النتيجه، لانه اللي فيه اللي نشروه فيه مواد حافظه تخلي لك الفواكه تاعك صح تبريي وما تكحلكش. دونك تسخنيه، تزيدي له عليه مغرف حتى الملعقتين تاع ماء، وتسخنيه فوق الفرن، تحطيه في وعاء وتبداي تدهني بالبانسو وتزيني به لي تارتولات تاعك. اي فواكه موسميه عندك تستعمليهم حسب الموجود وحسب الموسم اللي تكوني فيه. دونك درجة تاع البرودة تاعهم تحطيهم في الثلاجة من ساعة حتى لساعتين، قد ما يبردوا راح يعطيك نتيجة أفضل. اللي تستحقهم غدوة من ذاك ننصحك ما تبيتيهم شو هما معمرين، لأنه راح ترطب. ديروا في بالكم لي تارتولات المول راح يجيكم حكم روحواك، وتبعوا اللايف هذاك صدقوني ما راحش تندموا. قلت لكم أسرار كيفاش حتى تتحصلوا على المول هذا اللي يجي هكا اللون تاعو يجي ممسوح، يجي بزاف شباب. إلى بيتيه الغدوة من داك وهو معمر راح يرطب أوفيسيال، لأنه الكريمة هذيك راح تطلق المنتحة الرطوبة اللي فيها وتشمخ لي تارتولات. على ذلك نفضل أنك تستعملهم هذاك النهار. هذو بعض التزيينات الديكورات اللي كنت نخدم بهم للمحلات تاعي، كنت ندير لهم لاجولي كولوغي، كنت الفواكه حسب الموسم، كنت التزيين كاين لي بلاشونتي، كاين لي كلاس هكاك غير بالكريمة برك، وتزيين فواكه كل واحد حسب الرغبة نتاعو، حسب الزبائن وش يطلبوا منه. هذا بالنسبة للفيديو تاع اليوم، إن شاء الله كنت ما بخلتش عليكم فيه، وإن شاء الله نقرأ تعليقاتكم التشجيعية والطيبة اللي تحمسني نزيد أكثر للقدام. نتمنى أنكم تدعموني وتشجعوني البنات، نيتي صافية أني نمدلكم من قلبي وأنكم تستفادوا أكثر وأكثر، وتدوا حاجة اللي تخدموا بها وتسترزقوا بها ولا تفرحوا بها العائلات تاعكم.
نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله حبيباتي. شكراً للدعم والتشجيعات، شهيدكم في الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.